قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 إن حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عملاً صعباً وشاقاً ومستمراً لم يكن متوفراً في ظل جهود الإسلام السياسي المستمر في التشكيك والتشويه وأحياناً التخريب، علماً بأنهم لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة. وأضاف أن هناك غياباً للرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين لحجم التحديات المطلوب مجابهتها. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها وعددها 40 مدينة جديدة أضافت لرصيد الدولة المصرية ما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه في أصولها. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي أن العاصمة الإدارية التي سيتم إقامتها على 175,000 فدان تجري حاليا الأعمال على 40,000 فدان لم تتحمل موازنة الدولة جنيها واحدا فيها. كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صحبه من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية، وواجهت الدولة وضعا اقتصاديا كارثيا. وقال مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي إن مصر تعرضت لخسائر متراكمة بلغت 477 مليار دولار ومتوسط البطالة وصل إلى 13% وانخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهراً. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحق في التنمية حق أصيل من حقوق الإنسان، مشددة على أن الدولة تعمل على استهداف الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادي فقط من خلال جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ونعتمد على البيانات المتطورة لتقييم الفقر متعدد الأبعاد. وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أن مشروع حياة كريمة تطبيق عملي لتوطين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للتنمية الاقتصادية وفق المحاور الأساسية لهذا المشروع. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه على الرغم من وصول معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى معدلات موجبة ومرتفعة، إلا أنه اتسم بعدم الاستدامة، متابعة أن الأساس في عمليات التنمية هو أن ظل عددا من السنوات المتصلة في معدلات نمو متصلة للإحساس بثمار التنمية. أكد الاتحاد الأوروبي أن مرض شلل الأطفال لا يزال يشكل تهديداً دولياً على صحة الإنسان، داعياً إلى تكثيف الجهود لمواجهته والقضاء عليه. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام أن الاتحاد الأوروبي ظل خالياً من شلل الأطفال لمدة 20 عاماً بفضل برامج التطعيم واسعة النطاق والمستمرة ضده، لكن التسجيل الأخير لحالة إصابة جديدة بالمرض وظهور حالات إصابة بشلل الأطفال في أوروبا والولايات المتحدة يعد تذكيراً صارخاً بضرورة التزامنا باليقظة. يستعد فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، ويحل الإسماعيلي ضيفاً على غزل المحلة. وكان الإسماعيلي خسر مباراته الافتتاحية في الدوري ضد الأهلي، بينما تعادل غزل المحلة مع المقاولون. يأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي فيه الاتحاد السكندري مع الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث نجح الاتحاد السكندري في حصد أول 3 نقاط في بطولة الدوري الممتاز بعدما انطلقت النسخة 64 من البطولة الأسبوع الماضي.